الإعلان عن استسلام إيطاليا للحلفاء في الحرب العالمية الثانية بعد 3 سنوات من دخولها الحرب وتحالفها مع ألمانيا النازية عام 1940. صدور قرار مجلس الأمن رقم 54 بوقف الأعمال العسكرية في فلسطين. إنشاء لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش لتحل محل اللجنة السابقة وتواصل مهامها في تجريد العراق من أسلحة الدمار الشامل. تفجير انتحاري في مسجد الصوابر في الكويت يسفر عن مقتل 27 شخصا وجرح 227.